صاحبي، عايز اقول لك حاجه. اسوأ حاجه في الدنيا ان انت تكون متعشم في حاجه وما تحصلش، واسوأ حاجه في الدنيا انك تعتمد على ايه؟ على فراخ. بس قبل اي حاجه، مساءكم لذيذ، اهلا بكم معانا في برنامج كرة في اللذيذ. لو انت مش مشترك معانا، اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. انزل اخبط اللايك بسرعه، عملنا كومنت يشجعنا، ويلا بينا نبدا. النهارده هنكلمكم على عملنا ايه فانتازيا الاول كده في السريع، وبعدين هنتكلم على ماتش السيتي وتوتنهام ونقر فيه شويه ونقعد نندب حظنا شويه، وبعدين يعني في السريع كده ماتش ليفربول بتاع امبارح عشان ما اتكلمناش عنه فانتازيا. انا المفروض ان انا ظبطت معايا، بس عايز اقول لك يعني انا مش حاسس باي حاجه، لان انا ما كنتش مركز اصلا في الماتش. انا كنت كل اللي انا عايزه ان توتنهام تكسب باي شكل ان شاء الله، لو لعبت سيتي يختفي من وجود. زعلان جدا جدا فوق ما انت تتخيل، مقفولين بصراحه، لان العشم وحش. انت عارف النهارده لو كان حصل المتوقع ان توتنهام تلعب وحش كالعاده مثلا وتلبس جوان كتير وبتاع وسي تكسب، كنت ماشي. لكن الماتش مش هيلعب حلو قوي، بس تعالى قول يا عم زنبوس. بس استنى نتكلم شويه بقى عشان نمشي بالترتيب اللي احنا قلناه. انا فانتازيا النهارده ظبطت معايا، المفروض جايب 98 نقطه لحد دلوقتي. انا طبعا عامل سالب 8 زي ما قلت لكم، جايب 90 جايب 90، بس لسه هاخد 6 من هالاند، لان البونص 3 لهالاند في 2 ب6، ولسه هاخد نقطه بونص لووكر تقريبا. هي خلصت بكده، ايوه لما اتاكد. ووكر هياخد نقطه بونص، وروبن دياز اللي معاه هو اللي هياخد 2 بونص. يعني انا هجيب 105، شيل البتاع، يبقى جايب 97 نقطه. اعتقد ان انا بقى هبدا اطلع اسهم خضراء. لسه بقى عم سيمبوس بالنسبه له لسه. انا بالمر بكره بقى على امل يجيب. خلي بالك ايه، بالمر في ملعب فالمر، يعني دي حاجه يمكن تكون علامه. خلاص هو هاتريك. ملعب برايتون اسمه ملعب فالمر، فبالمر هيلعب في فالمر، فالدنيا هتبقى حلوه. صناعه هالاند دي بصراحه مش مقتنع بيه صراحه، ولا انا والله. ضرب الجزاء واللمسه وتاب ان. وانا والله انا والله ما بعترف بهالاند. مش اي حاجه، هالاند فينيشر وكل حاجه، بس ده مش فينيش. يعني هو ده مش اسمه فينيش. دي بروين اللي عمل كل حاجه، وفودن اللي عمل كل البري اسيستات الحلوه. يعني هو بصراحه بيحط الكره وبعدين يمشي لك كده، اللي هو يعني المدمر، شبه مكان كريستيانو بقى سي وهو جايب بلانتي. يعني هي الفكره. طبعا كريستيانو لاعب عظيم وهالاند فينيشر عظيم، بس انا اقصد انت مش جايب جون فشيخ، يعني انت جايب جون عادي. يعني الاول زيرو شوت اون تارجت. لا لا لا، توتنهام النهارده احسن في كل حاجه. كده يا عم سيمبوس انا يعني 105، يعني قشطه ان هالاند جاب لي الجونين والبونص، انا كده 100 100. ووكر جاب لي 2 كلين شيت زي فارديول، بس في نفس الوقت ووكر ده انا كنت مراهن عليه وكان ممكن يعمل النهارده، فجاب لي 7 نقط، فقشطه مرضيه. انا كل السوالب عندي تمام. ما انساش اقول لكم ان انا معايا دي بروين جاب لي 6 و6، فجاب لي 12 نقطه وانا جايبه بالسالب، وجاب اعلى من فودن لان فودن جاب 11 نقطه، فقشطه مربوحه. فصباح الفل يعني، بس للاسف الواحد مش مستمتع عشان اللي حصل. اما بالنسبه لبتالي سيمبوس هيبقى يوم حزين. لا انا جبتك كلين شيت جوفارديول وفودن نقطتين بس. حتى فودن خد انذار، فودن خد انذار عشان ما ياخدش كان نقطه كلين شيت طارت منه. ايوه ده حقيقي، فجاب نقطتين. وهالاند وجونين لسه هتاخد البونص بتاعهم. انت جايب لحد دلوقتي النهارده بصراحه انت هتاخد 109، يعني انت هتجيب 112. يعني شوف حتى سيمبوس مش قادر يزعل، يعني احنا بجد والله محطوط علينا القدر، بيلعب لعبته معانا قوي. عايز اقول لك معلومه بس لو انت مش عارفها، ان ان كان مانشستر سيتي ما كسبتش قبل كده توتنهام في الملعب الجديد بتاعهم ده نهائي. وعايز اقول لك النهارده كان فعلا اقرب ان هم يخسروا. وعايز اقول لك الارسنال هيوصل لنقطه 89، وهو في موسم الانفيزيبلز كان جايب 90 نقطه، الموسم التاريخي بتاعنا، ومش هياخد الدوري. يعني لك ان تتخيل دلوقتي هي لسه فيها. كلوب بيصبح عليك، بقول لك حصلت معايا قبل كده. ايوه لسه فيها ان ويست هام، بس ويست هام للاسف دفاعها وحش، وفي ملعب توتنهام ويست هام مانشستر سيتي لا يعتمد عليهم، والراجل دفاعهم مخرج، والراجل خرج النهارده دي بروين. يعني دي بروين هيبقى مريح، ومخرج هالاند طالع على رجله عادي. يعني ده غير بقى الروح اللي بيلعبوا بيها اصلا. بالظبط، شوف اللعيبه خارجه اصلا مش عايز تخرج. ادرسون اتصاب، لا بيعيط هو خارج. الماتش ابتدى بدايه ولا اروع من بوستوكوجلو. على فكره بوستوكوجلو ده في دماغه الكوره، يعني يلعب بالسكواد ده على السيتي بالطريقه دي. الراجل ده بيفهم كوره. لعيبه بصراحه خذلته. الراجل عمل تكتيك ولا اروع. احلى حاجه ان هو عملها النهارده ان هو عمل حاجات اكيد اللي شافه الاستوديو التحليلي، واحنا برضو لاحظنا الكلام ده بعينينا. بيلعب باربع مدافعين. بيلعب باربع مدافعين، بس هو النقطه كلها كان عامل ايه؟ ما بيلعبش مهاجم، هو اصلا ما عندوش
لكن لعب ايه؟ ان سون مرمي على الخط وجونسون مرمي على الخط والزيادات تيجي من خط النص، كان خط النص ده مهاجم وهمي ففتح الملعب يمين وشمال، مخلي طبعا الاطراف مش عارفه تطلع، يعني جفارديول طبعا مش عارف يعمل اي حاجه فمش عارف يطلع، مخلي لعيبه السيتي ترجع غصب عنها. واه بالظبط، لان اللي حصل ان بدا فعلا توتنهام يشكل خطوره، وجونسون صرع كره حلوه قوي لبنتانكور، وبنتانكور شاطها بس للاسف شاطها في نص الجون فايدرسون صدها، فبدا يحس بالخطوره فبدا يرجع فودن ويرجع برناردو عشان يدافعوا مع الباكات، فبالتالي توتنهام تقريبا كانت راكبه الماتش، السيتي مش عارفه تعمل اي حاجه، ولو في شويه توفيق ولعيبه توتنهام دي مركزه شويه او سون كان في حالته، سون النهارده كان اسوأ لاعب في الماتش، مش عشان الفرصه والله انا عمال بفرج مع سيبو بقول له ده على الماتش، سون بيتمشى صح. يعني هو فعلا واحد من حاجه الانفراد اللي جاله ده السيناريو كان هيتغير، كان هيتغير تماما، كان خلاص تعادل. اما روميرو ده فانا هفضل مصمم ان هو لاعب غشيم وما بيفهمش كوره، هو بس عنف وبتاع. وعندك بابي سار تاني اسوأ لاعب في الماتش، انا مش فاهم بيلعب بابي سار ده ليه، كل ماتش بيلعب كل ماتش سيء وحشه، يعني في مره هو طالع بهجمه وممكن يرمي الكوره للعيب فاضي في الشمال، لا ده بيشوط ليه؟ يعني انا مش فاهم، لا انت شوطك حلوه ولا انت اصلا بتفهم كوره ولا انت لاعب مش داريان هو بيعمل ايه في الملعب. هو كان بقى بيصاروا بسومه الاثنين سيئين جدا بقالهم فتره، ومن المرات النادره والقليله اللي اشوف السيتي بيلعب خايف شبه النهائي، لازم يلعب خايف يا باشا، لازم يلعب خايف، بس لازم يلعب بحذر كمان، ما ينفعش يتعادل انت متخيل بالظبط، بس بيلعب خايف. يعني شفت فاكر نهائي الانتر كده السيتي كان بيلعب خايف جدا، برغم ان هو لو لعب لعبه يقدر يعني ياكل توتنهام عادي، ياكلها عادي. انت تخيل النهارده توتنهام كانت بتلعب بفان دي فين باك شمال، لان ما عندهمش باك شمال، ولعبوا الولا دراجسون ده اللي هو ما اعرفش نوته ايه، احنا مسمينه دراجونوف بيلعب، والواد ادى، بس الفكره انت فان دي فين مش عارف اصلا يلعب كباك شمال نهائي، فانا شايف ان جوارديولا كان بيلعب بحذر وخوف زياده عن اللازم وما لعبش اصلا بذكاء ان هو في الاول، انت عارف لو ماتش عادي في نص الدوري مثلا هينزل ياكل توتنهام، بس كانت الفكره سهله، يعني ان هو يسيب الكره لتوتنهام وكان يقلب مرتدات بس كان هيكسب، او ينزل دوكو من البدايه يلعب بيه ناحيه اليمين، ناحيه اليمين ينزل الشوط الثاني دوكو لا وبس ما لعبوش يمين، وده الغريب لعبوا شمال، بس هو عشان كان عنده افكار معينه ان هو في اخر الماتش هيدي الكره لبرناردو سيلفا يفضل يلف بالكره، وبقى بيني لو خدتها منه لعيب فظيع في الاستحواذ، وانه يلعب على الخطفه، وفعلا لعب على الخطفه، وهو نقول ايه دي بروين يا جماعه وفودن من كوكب تاني، فودن بصراحه في قرايه الملعب والكور الطويله لعيب خرافي النهارده، في صناعه اللعب النهارده ما كانش اللعيب اللي هو بيخطف الكوره، لا اللي هو اللعيب اللي يقدر برؤيته في الملعب يرمي الكوره الطويله ويوصل لعيب انفراد، هو اللي وصل اعتقد دوكو في الكره اللي خد فيها ضربه جزاء، وهو اللي وصل دي بروين لما دي بروين دخل، ودي بروين طبعا يا جماعه بيدي حاجات مقشره، هو قال ان ده ما عملش اي حاجه في الماتش، هو مشي بالكوره بس والله، اما الفكر اما الجون فهو من روميرو، فودن لما استلم الكره اصلا من البدايه روميرو كان ضغط عليه صح، او جاب فاول كانش فودن كمل بصدره قام رماها لدي بروين عشان دي بروين يبصيها لهالاند، ولما رجع تاني روميرو ما رجعش يغطي على هالاند، برغم ان معروف مين اللي هيجيب الجون، يعني انت متفاجئ ان هالاند هو اللي موجود جوه السته وبيحط الكوره، فروميرو النهارده كان سيء جدا، وبجد حركه ولا اسوأ ان هو يخش يضرب ايدرسون متعمد، انا شايف انها طرد، لان انت داخل اصلا بتستعبط، هو معروف ان هو لعيب اصلا بيحب يضرب ويكسر اللي قدامه، فداخل يضرب ايدرسون دي حاجه اخلاقيا وحشه. شايف انه برضه سون هو اللي ادى الدور للسيتي بالظبط، سون وكلوسوفيسكي، بس كلوسوفيسكي حاول، هو كلوسوفيسكي اصلا نزل من على الدكه والكور بتاعته كانت صعبه نوعا ما، انما سون من امتى يا سون الدقيقه عندك مفتوحه وانك تقدر تشيل الكوره فوق الجون، والله العظيم ضايعها يا ابن الايه، انت عارف انا من اول يا عم سيمبوس ما شفت، كنت بتفرج على بي ان وشايف قبل الماتش جماهير توتنهام كل ما يسالوا واحد من الجمهور يقول لهم انا عندي استعداد اخسر ولا ان احنا نصعد دوري الابطال، قلت وش هم يطبخوا الماتش، فكنت مستعد نفسيا ان توتنهام هتخسر ان هم ينزلوا يبيعوا الماتش، بس العكس حصل، لكن لعب حلو جدا، فوجئت الا سون والله الوحيد اللي حاسس ان هو بيلعب سون، بابي سار روميرو ثلاثه كانوا سيئين جدا،
اما انجي وستوكوجلو ده مدرب لو ما صبروش عليه يبقى اغبياء. مدرب انا واثق ان هو هيوصل لحاجه، محتاج بس شويه لعيبه يبقى عنده دكه وبتاع، لان الاصابات محتاج يفور الفرقه. هو يبني على فان ديفين ده وبيدرو بورو وسونكا واحد خبره مثلا، وشايف ان الباقي يتفور. ممكن جونسون لعيب برده كويس، الباقي كله عايز ضرب النار. اما السيتي فاقول يعني السيتي النهارده عامله زي شبه ريال مدريد لما لعبت قدام السيتي كده بالظبط. الطرف الاسوأ هو اللي كسب، شبه الانتر الطرف الاسوأ هو اللي عنده كسب. عنده الناس بتفنش بصراحه، ده حقيقه، وعنده لعيبه بتقرا الملعب. بس هو واحد برونو ده بيديك الكره قدام الجون، واحد زي هاند بيخلص من، وانا مش معترض على الجون ان هم جابوها، انا معترض على التوفيق اللي مشى معاهم. يعني تخيل لما الحارس بتاعك الاساسي يتصاب عشان ينزل حارس يصد ثلاث انفرادات، انت لك ان تخيل. المفروض ان الحارس بينزل مهزوز، ده بينزل يصد. فتوفيق. اقول لك اورتيجا اصلا اجمد من ايدرسون. بصراحه جامد، بصراحه جامد جدا بامانه. يعني الواد ده عمره ما لعب بيه وخزله. يعني تخيل حتى الفريق الاثنين حراس فيه يبدلوا بعض، الاثنين اجمد من بعض. لا هو في الفرقه بصراحه، هو احنا بصراحه حظنا سيء ان احنا بننافس السيتي، لان السيتي في ليفل وحش. يعني هو كان معروف ان احنا اول ما هنتعصر في اي وقت في الدوري، والسيتي ركب الدوري خلاص مش هينزل. لا والسيناريوهات السيزون كلها ماشيه ضدنا، ان السيتي يخرج من الابطال. انت عارف السيتي لو كان كمل في الابطال كان زمانه مرهق مثلا، ممكن بيخسر ماتش زي ده. انما السيتي طلع من الابطال، دي حاجه سيئه جدا. ان احنا السيناريو مشى ان احنا، وحتى مش ان احنا كمان طلعنا من الابطال، يعني حتى البطوله كنا ممكن نكمل فيها، وكانت السنه دي المنافسين مش صعبين، واثرت علينا الابطال فان خسرنا من استون فيلا. بالظبط، يعني احنا في الاخر ما استفدناش حاجه. بس بقى في الاخر زي ما بقول لك، انا فخور بفريقي وان احنا نافسنا بالشكل ده. ومين عالم يمكن واستاهل والنبي يا باكيتا والنبي يا بوين، والله نشتريك بس هتلاقي الدوري. امبارح بقى ليفربول، لمحه سريعه كده، ليفربول ودفاع ليفربول يا جماعه. بالظبط، يعني يا جماعه توصل ان انت تعمل كل حاجه في الماتش وتبقى كسبان، واستون فيلا زي الزفت. واستون فيلا ما كانش زي الزفت بقى، الكره تخدمنا في اول جون مليان وتغلط وتخش وبتاع. كان هيفضل برضو يورجن كلوب. يورجن انت بتريح اللعيبه ليه؟ ولا بتطلعها ليه اصلا؟ ولا انت بتكرم اللعيبه اللي معاك ولا ايه؟ مش عارف انت بتعمل التغييرات العجيبه دي ليه، وفي الاخر بتبيع يعني الماتش. بصمه الوداع بتاعته. بالظبط، فيعني ليفربول هتفضل عندها المشكله دي، واللي هيجي يستلم الفرقه هيبقى عنده مشكله، زي ما بيقولوا الفرق تبنى من الخلف. عنده مشكله كبيره جدا جدا في الدفاع. روبرتسون خلاص بيشطب كوره، وفان دايك مش مستواه. كوانسا كان نوعا ما كويس امبارح. الباك اليمين ارنولد ما بيعرفش يدافع. انا في رايي والله المتواضع ما يلعبش مدافع اصلا. هو خط نص رهيب والله. واحد بيجري وبساطه حلوه. يلعب مدافع ليه؟ ده لا انا شايفه يلعب رقم 10. يا عم هات واحد بيدافع عادي يقف وراه، وهو يا عم يلعب في نص الملعب مفيش اي مشكله. فليفربول برضو يعني انت فاهم، هي ما زالت ليفربول اللي هي بتهجم هجوم صاروخي ودفاع مفيش. شويه صفقات. وزعلان قوي ان استون فيلا دي هتروح دوري ابطال اوروبا، مش عشان حاجه، عشان هي رخمت علينا. وفرحان فيها انها خسرت. احنا اللي قصرنا بصراحه. لا كان صعب علينا يا باشا، احنا برضو في الاول وفي الاخر احنا يعني ايه، اولى ابتدائي دوري ابطال اوروبا وبننافس غولي. يا عم احنا جايبين 89 نقطه واحسن دفاع في الدوري. الموضوع صعب، يعني انت اتعثرت ايه اصلا؟ فرق الاهداف لينا كمان. بس المشكله ان عمك جوارديولا ما بيقعش. ولا والتوفيق، هو ما كانش موفق في دوري ابطال اوروبا بس كان موفق في الدوري. الماتشات حتى اللي كانت بيلعب فيها وحش زي النهارده، السيناريو خدمه، اللعيبه بتاعته كانت في مودها، جابت الجون. هالاند ده لما احتاجه لقاه. الفكره في العناصر اللي عنده رهيبه. لا وحاجه كمان، صح كمان، يعني شوف الاصابات مثلا. احنا السنه دي الحمد لله كارسنال مفيش اصابات، لكن تيجي تشوف مثلا السيتي كان عندهم اصابات، بس جم في اخر السيزون الفرقه كلها اكتملت. الدكتور ايه؟ هاي والله، يعني دي بروين ده ما كانش رجع في اخر السيزون كان فرق معاه. هالاند لو كان فضل مصاب شويه في اخر السيزون كان فرق معاهم. لكن تشيلسي ان هي الدكتور بتاعهم تقريبا ما بيروحش. بالظبط، ما بيروحش العياده. ولا واليونايتد بيتصاب ما بيرجعش. اليونايتد ده لما تيجي تشوف مثلا اليونايتد ده الدفاع ده ما فيش اتنين لعبوا جنب بعض شبه بعض، يعني ده حقيقي. فيا جماعه السيزون بيخلص، فاضل امل يعني ضعيف جدا جدا، ولكن في الاول وفي الاخر احنا والله هنزعل ان السيزون بيخلص، لان الفانتازي مسلي. هو بس يمكن ان احنا بنشجع في الدوري الانجليزي دي المشكله. يعني انا والله النهارده عمال اقول انا، يعني انا وانا ليه كابتنت هالاند؟ يعني انا ما استمتعتش، انا ليتني كابتنت حد تاني. كان اختيار غريب ان انا كابتن هالاند، مشيت برده فانتازيا. كابتن هالاند قدام حبيب قلب من جوه. والله ما دي مشكله. لا انا ما كابتنوش قدام الارسنال، بس كابتنه في العموم. أيوة، يعني ضد مصلحه عشان عشان دبل. بس الواحد برضو يعني بيتعلم اهو. واللي معاه بالمر يا جماعه يستنى بكره بقى. لا ان شاء الله انا واثق ان هو يعني يجيب اي حاجه ان شاء الله. ان شاء الله يعمل وكله هيفرق. لا ان شاء الله هيظبط معاك وهيجيب هاتريك بكره.
هي مسهل بس عشان ما تبقاش خربانه من كله. مش فارقه. نبتدي بقى السيزون الجديد. اهم حاجه يا جماعه تابعونا، احنا ان شاء الله السيزون الجاي هنبدا نعمل بقى حاجات جامده جدا في الفانتازي. هنعمل سيستم، هيبقى فيه لايفات، هيبقى فيه شورتات، هيبقى فيه شغل جامد جدا، فانت تابعنا. واحنا دايما بنتكلم عن الكوره في العموم، بنتكلم عن الفانتازي، مش هنعمل قناه للكوره وقناه للفانتازي، لا كله كده خلطبيطه بس صلصه. ايه كوره في اللذيذ. عايز تتفرج على الفانتازي هتلاقي، عايز تلاقي كوره هتلاقي كوره في اللذيذ فعلا. في الشانل براحتك. اهم حاجه يا جماعه ادعمونا، لو انت واصل معانا لحد دلوقتي ادعمنا بالاشتراك، لو انت مش مشترك ادعمنا باللايكات عشان الفيديو يطير. عايزك تدعس اللايك بالظبط. ادعس. وقبل ما نختم الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس، ليه؟ عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار اكتبه لنا في الكومنتات واحنا هنجاوبك. وسلام. ادينا حاجه يا اخي، حرام عليك حرام عليك. وهي ايه؟ ضربه جزاء، ضربه.